أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن الحكومة قننت التوجه نحو توسيع دائرة الاستثمار والتعاون الاقتصادي إقليميا وعالميا بسياسات فاعلة لتطوير البنية الاقتصادية والاستثمارية وجعلها أكثر موائمة لمتطلبات المستثمرين وجاذبة لهم، لافتا سموه إلى أن الاقتصاد هو عصب التنمية وشريانها الرئيس، وهذا ما جعل الحكومة تصيغ استراتيجياتها وخططها الاقتصادية لتكون أكثر ديناميكية لضمان أن تحصل التنمية التي تقودها الحكومة دوما على احتياجاتها للانطلاق نحو آفاق أوسع وأشمل. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من المسؤولين بالمملكة والفعاليات الاقتصادية والفكرية والصحفية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما يتميز به شعب البحرين من خصال حميدة تقوم على التعايش والطيبة وفكر مستنير تشكل عناصر جذب ومحفزة للاستثمار، حيث سجل أبناء هذا الوطن قصص نجاح في مجالات عديدة ومنها قطاع التجارة والأعمال. تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، حيث نوه سموه في هذا الصدد بالدور الذي اطلع به رجال البحرين الأوائل الذين سطروا ملحمة في بناء نهضة الوطن وازدهاره، حثا سموه على ضرورة الاعتناء بتوثيق جهد وبصمات من قدم وبذل الجهد من أجل رفعة الوطن وازدهاره، ولتتظل أعماله المباركة قبس النور الذي تهتدي به الأجيال لصناعة مستقبلها.